باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وانتقلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة؟ أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة؟ أما حاموا أم اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات، ما نفعوا شيئا وما دفعوا عنك المنية إن وافى بها الأجل. فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بجبال الموت تتصل؟